السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على التوأم الرقمي أو الديجيتال توين. هو نقدر نقول إن أنت تعمل نموذج للمبنى بتاعك بحيث إن أي حاجة تحصل تبقى عندك داتا عنها، وتقدر تبقى عندك تنبؤ بحاجة هتحصل بعد كده. طيب، يعني نقدر نقول مثلا إيه، إن إحنا ممكن نعمل ديجيتال توين مثلا لإنسان وحاطين فيه كل المعلومات وبنعمل لها أبديتد، بحيث ان يعني في ظروف معينه مثلا من الجو والمناخ وكذا نقدر نشوف هل مناعته تبقى قويه قدام الكوفيد 19 او الفيروسات وهكذا. طيب، بالنسبه لمجال البيم، فسنه 1991 في عالم كمبيوتر اسمه جيلر نت عنده فكره، كان ساعتها بقى مش الديجيتال توين، اسمها ميرور ووردز. بيقول لك احنا عايزين نعمل نموذج بوسط كمبيوتر للمدن، بحيث ان يبقى عندنا المدينه كلها على الشط تحتك في صوره واحده، ويكون فيها كل الانفورميشن اللي انت عايزها، وتنبض ومليئه بالحركه ومتغيره. ده سنه ايه؟ 1991. تمام، هي نفس فكره التوأم الرقمي، بس يمكن الاسم بس كان مختلف، بحيث ان يبقى عندك معلومات كامله عن المدينه، فتبقى عندك بيج داتا عن كل حاجه بتحصل. وفي دكتور اسمه جرافرز، ده من جامعه ميشيغان، عمل في سنة 2002، قال لك ان وكالة ناسا شغالة بقالها سنين على موضوع النماذج الرقمية المعقدة نسخة من الواقع، فيبقى عندك المدينة كلها موجودة وتقدر تشوف كل حاجة تحصل. بيقول لك ان ساعة الكارثة اللي حصلت لابولو 13، وكالة ناسا كانت عاملة استخدمت انظمة نسخ مطابقة اللي هي التوأم الرقمي عشان تسيف لابولو 13 وتستفاد منها واللي حصل ما يتكررش. وفي انواع كتيره جدا زي فايلو، بيعمل نوع من الاستبصار بحيث ان هو بيدمج الخرائط المخصصه والتضاريس وشبكه الصرف والميه والمباني كلها في يعني مكان واحد، ويقدر يقدم دايناميك، يعني ما بتبقاش معلومات ثابته، لا ده هي بتختلف لحظه بلحظه. اول ما تحصل حاجه يعمل لك ابديت عليها، مثلا حصل زلزال فيبدا يقول لك انا اتوقع ان الاماكن اللي هتتضرر بالزلزال ده الاماكن الفلانيه وهكذا. فهو جسر بين العالم الرقمي والعالم المادي اللي احنا عايشين فيه، بيبقى فيه اجهزه استشعار ويبقى عندك كل المعلومات، يبقى انت عندك كده كان نسخه من المدينه كلها موجوده عندك على الكمبيوتر. ودلوقتي اوتوديسك بدات تدخل في المجال ده، تقريبا من 3 4 ايام بداوا يعلنوا عن حاجه زي كده، بيت 62 بريت هيلغوه ويحطوا بداله الديجيتال توين. هو طبعا اشتروا شركه خاصه بالديجيتال توين وضموها ليهم، يعني مش بيخترعوا، هم بيشتروا. تمام، فهي هتبقى شريان الحياه الجديد للمباني الذكيه في المستقبل. فنمذجه معلومات البناء هتديني منصه كامله اقدر احط فيها كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها من الديجيتال توين، وتبقى فيها كل التخصصات اللي احنا ممكن تفيدنا في الجزئيه ديت. فهيبقى في الواقع وفي نسخه منه على الكمبيوتر، واي حاجه تحصل هنا بنبدأ نعملها ابديت هنا، ونقدر نشوف المحاكاة لو حصل حاجة زي كده هيستحمل مش هيستحمل. يعني انت جال خبر ان هيحصل مثلا كارثة معينة، فتبدأ تشوف الكارثة دي لو حصلت عندك ايه اللي هيضر بيها او هيحصل ايه وهكذا. تمام، هو بيقولوا ان في القريب العاجل هيبقى فيه 20 مليار جهاز استشعار موجودين في العالم بيتوصلين ببعض، بحيث يبقى في او يعني مدينة مثلا متوصلة بحاجة زي كده، زي مثلا مدينة سنغافورة. طبعا في مدن كتيرة جدا مهتمية بموضوع الديجيتال توين ديت، وهي فعلا يعني تعتقد انها اسراف او فلوس، لا هي بتوفر حاجات كتيرة جدا، وبنبدأ نشتغل بيها. ممكن مش لازم في الاوبريت، ممكن نشتغل بيها اثناء الديزاين والبيلد والمينتيننس والاوبريت وهكذا. من اول بداية المشروع يقدر يشتغل معانا موضوع الديجيتال توين دوت، بحيث ان احنا نقلل التكلفة، ونقدر نحط كل الأجهزة الاستشعار اللي تدينا الداتا وتدينا المعلومات وتدينا الاستهلاكات اللي احنا ممكن نحتاجها في الموضوع دوت. فيبقى في تطوير نحو مباني سريعة الاستجابة، ويبقى عندك قاعدة بيانات. يعني كان صديق ليا بيتكلم على موضوع الكمامة مثلا في دولة مش فاكر ألمانيا ولا ايه، ان هو مش ألمانيا، في دول الكومنولث، انه كان قدام البيت بتاعه في او قدام مجموعه البيوت اللي جنب او يعني المنطقه اللي هو قاعد فيها، قدام كل بيت في زي سله زباله كده كبيره تحت الارض، بيدوس بكارت تطلع لك فتحط الزباله، فدي
طبعا بيبقى ليك تكلفة ان انت الزبالة دي هتتاخد وهترمي. طبعا لو رميت حاجة في الشارع انت ممكن تتعمل فيها. وفي حاجات مخصصة مثلا ان انت تحط ازايز معينة بلاستيك وحاجات زي كده. وعندهم قاعدة بيانات كاملة زي ديجيتال توينز كده ان كل واحد بيعمل ايه، تمام؟ فلو انت حطيت مثلا حاجة كويسة بيبدأ يديك نقط. ممكن تلاقي مثلا الكهرباء جاتلك زيرو السنة دي لان انت بتحط الزبالة بشكل معين زي ما هم عايزين وهكذا، تمام؟ فأصبح في قاعدة بيانات كاملة. لو انت في مرة من مرات استهلاك زاد، معنى كده ان في حد عندك في البيت جديد، فيجي يقولك انت مين اللي معاك، وهل هو مثلا بيدفع معاك في الإيجار ولا لأ، ولا هو جاي بشكل غير قانوني، تمام؟ فعندهم قاعدة بيانات قوية جدا في الحاجات دي. فالمالك العقار لو قدر يربط الحاجات الأشياء العقارية الرقمية المستقلة بالحاجات العملية، فهيبقى عنده إنترنت الرقمية، يقدر يتحكم في المبنى، يقدر يبقى عنده معلومات كاملة للمبنى. مثلا سنغافورة قدرت تعمل توائم رقمية للمدينة بحيث إن أنت لو دخلت على الموقع بتاعها هتلاقي كل المعلومات. أنا جربت الموضوع ده بنفسي كذا مرة وعملتها فيديو قبل كده. بتلاقي كل الأماكن اللي ينفع تأجرها محطوط فيها كل المعلومات اللي أنت ممكن تحتاجها، ومعلومات دايناميك بحيث أنت تشوف الاستهلاك بتاع الشهر ده قد إيه وهكذا. ففي تعاون كبير بين القطاع العام والخاص بحيث إن المدينة تتطور من نفسها. وفي مدن كتيرة بدأت تستخدم الموضوع ده ولقوا إن هو بيوفر مش عبء على المشروع. في 4 مكونات رئيسية للتوأم الرقمي اللي هي البيانات زي أنظمة البناء والبيانات الخارجية والبيانات المخطط. وفي الاستنتاج المنطقي زي النماذج اللي هي الـ AI والـ ML Artificial Intelligence والـ القواعد غير الخطية ومؤشرات الأداء الرئيسية، الكفاءة والانبعاثات وصافي الدخل ومؤشرات السلامة. وفي السياق زي سلوك الساكن وسلوك النظام والجهاز وسير العمل، تمام؟ يعني لو في حد بيستضيف مجموعة عنده بدون تصريح وبتاع، فهيبدأ يقولك إن في استهلاك أخطر للمية وللصرف يعني يبدأ يديك معلومات تقدر تستنتج بيها إذا كان في حاجة حصلت مش مظبوطة وكده. الرصد المستمر لتقدم البناء، انت ممكن تستخدمه في ان انت تشوف الحاجه وهي بتتبني وتشوف ايه الحاجه اللي المفروض فيها مشكله، وتقدر تقدر تحقق من حيث الخرسانه والتشققات في الاعمده وازاح المواد في مواقع البناء، تمام؟ فده هيساعدنا ان احنا نعمل رقمنه للمدينه. كان في مهندس معماري شهير انجبورج روكت روكر بيقول هو اتدرب على برنامج برنسر سيتون، هو برنامج ثلاثي الابعاد. هو بيقول لك كان في فجوه بين الادوات المتاحه بشكل كلاسيكي اللي احنا متعودين عليها واللي موجوده في المجالات الاخرى. احنا بقى بدانا نطور من نفسنا وان احنا نستخدم ديزولت سيستمز عشان نحلل قدرات المدينه ونشوف ايه المدينه ممكن تحتاجها. والتحول الرقمي ده ممكن يدينا تنبؤ باللي احنا مشينا بالتعدد السكاني بعد 50 سنه نوصل لايه. ففي بيوفر معلومات، طبعا هو بيسمح بقدر من معلومات الناس تشاركها مش كل المعلومات. فاحنا بنشوف الاستخدام الامثل للموارد، فالتوائم الرقميه بتعمل تخصيص افضل للموارد وتساعد الشركات والحكومات على تجنب اضاعه وقت الانتاج في حركات غير مفيده. تقدر تقول لك لا انت بتعمل 5 حاجات عشان تعمل الحاجه دي، ممكن تعملها بتاعت حاجات، في حاجات انت مش لازم تستعملها، بحيث ان احنا نقلل استهلاك المواد غير الضروريه ونتنبأ بمتطلبات الموارد على المواقع بشكل ديناميك. ونقدر نتبع استخدام المعدات، ونقدر ان احنا حتى يبقى في مستشفيات ذكيه، يبقى في توأم رقمي من المستشفى، ونقدر نشوف في الوقت الحقيقي صحه المرضى وسير العمل واجهزه الاستشعار. كنا احنا عملنا الموضوع ده قبل كده ان في مستشفى وعايز يبقى عندها زي نظام كل حاجه بتحصل تشوفها قدامها، بحس ان لو حصل لا قدر الله درجه حراره قلت درجه عن المعتاد في غرف مثلا عنايه مركزه او غرف العمليات او الرطوبه اتغيرت، يبدا يدي انذار ويبدا يشوف المشكله دي ويبدا يحلها بسرعه. من ضمن الحاجات برضو للديجيتال توين او توأم رقمي مراقبه الامن، ان احنا السلامه، ان احنا نتاكد ان نراقب التتبع الاشخاص والاماكن الخطر في مواقع البناء، واي شخص غير مصرح بيدخل في مكان غلط. ممكن واحد بيستهبل عايز يشرب سيجاره فبيدخل في قلب الجنريتور عشان يولع سيجاره من غير ما حد يشوفه، فيبقى احنا مراقبين كل حاجه بحيث لما تحصل حاجه غلط نبدا نتعامل معاه.
وطبعا ليه مستقبل حلو قوي موضوع المستقبل الطاقم الرقمي، فهنبدأ نهتم بيه، وهي من الحاجات اللي ان شاء الله هتلاقوا في محطات قوية في بيم أريبيا، فنتمنى ان انتم تشتركوا وتتابعوا ان شاء الله.